السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشايتك في كل مكان، دمتم يا رب بخير وسلام. أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على قناتكم، قناة مستر طاهر. وعارف إن طبعا كلكم ملاحظين إن في تغيير، اللي مش عارف إيه التغيير ده يرجع للأي دي. اتكلمت على الموضوع ده في مراجعة الرينو 65 جي، والنهاردة معادنا مع فيديو من الاتنين اللي وعدتكم بيهم. تلكوا هشرح لكم واحد عن كاميراتك وإزاي تستخدم كاميرات موبايل ب 9000 جنيه أمثل استخدام، والفيديو التاني هو شرح السوفت وير. سيب لي نفسك خالص وانزل فعل الجرس واستنى كل جديد. طبعا أكيد ده مش الشكل النهائي للسيت اب، بس أنا محبتش أتأخر عليكم أكتر من كده، وحبيت أجيلكوا بقى في فيديو كده نروق بيه على بعض، وهو شرح كاميرات الرينو 6 4G و 5G، وأقول لك الاختلافات عاملة إزاي بين الاتنين. لسه مركبتش التكييف وفتح الشباك ونويز وشغل عالي جدا وفي ايكو، كل ده هيتظبط ان شاء الله، فانزل يا فاهم في الانترو. زي ما انت عارف ان على ورق نسخة الرينو 6 عموما بتيجي 64 ميجا بيكسل سواء ال 4G او ال 5G، ولكن انا حابب اصدمك ان انت لما بتصور كده انت بتاخد صور 12.5 ميجا بيكسل بس، وعشان تروح لدقة ال 64 ميجا بيكسل في حاجة لازم تفعلها. تعالوا نتعرف على سبونسر فيديو النهاردة ونرجع نكمل تاني. قبل أي حاجة، الفيديو ده برعاية موقع luckyegypt.com، وزي ما انتوا عارفين ده أعلى موقع بيديك كاش باك في مصر، واللي بتوصل نسبته ل 20% في كل المواقع اللي بتحب تشتري منها أونلاين، زي سوق اللي بقى أمازون وجوميا واتش ان ام وعلي اكسبريس وغيرهم كتير. في حاجة مهمة جدا عايزك تاخد بالك منها، دلوقتي موقع لاكي بقى فيه نوعين من العروض، كاش باك المواقع لو انت بتدخل على الموقع تشتري من خلال لاكي عادي جدا وتلاقي الكاش باك رجع في حسابك، والنوع التاني هو اكواد خصم في مواقع زي نون وماكس وغيرهم كتير، يعني بتاخد الكود من جوه لاكي تروح تحطه في نون او ماكس وتلاقي برضو خصم فوري نزلك حالا على المنتج اللي انت بتشتريه. مش بس كده، موقع لاكي ايجيبت بيديلك 50 جنيه هدية تسجيل تقدر تستفيد بيها بعد اول عملية شراء اونلاين، وطريقة استخدامه سهلة جدا جدا، بتختار الموقع اللي حابب تشتري منه وهتروح تشتري برضو بالطريقة اللي انت متعود عليها، وبترجع على موقع لاكي ايجيبت تلاقي الكاش باك بينزل في حسابك في خلال 17 يوم بس، وده يعتبر اسرع موقع في مصر بيرجع لك كاش باك. مش بس كده، انت كمان بتقدر تستفيد بعروض الكاش باك الاونلاين من خلال ابلكيشن لاكي، واختار الطريقة اللي تناسبك سواء الموقع او الابلكيشن. عشان تفعل وضع ال 64 ميجا بكسل هتروح على النقطتين اللي فوق دول، هتلاقي ال 64 ميجا بكسل قدامك معمولة اوف فهتخليها اون بالشكل ده، هتلاحظ على الشاشة كتب لك 64 ميجا بكسل، هتقدر تحدد الجزء اللي انت عايزه وتصوره بالشكل ده وتحصل على صور 64 ميجا بكسل. في ناس كتير جدا بيكون فارق معاها انها تحط ووتر مارك الموبايل بتاعها على التليفون، هتروح برضو على النقطتين دول وهتضغط على الصامولة او الترس بتاع السيتنج بالشكل ده، هتلاقي فوق الووتر مارك اول اختيار معمول عليه اوف برضو، هتفعله بالشكل ده. زي ما انت شايف هيجيب لك الووتر مارك بالتاريخ بالمش عارف ايه، لا احنا مش عايزين كل ده كده، احنا عايزين الديفايس موديل يظهر بالشكل ده بس كده. تقدر تتحكم في حجم الووتر مارك كمان زي ما انت شايف، سمول ديفولت لارج، ممكن تخليها اكبر من كده، خليها السمول دي بتبقى كويسة اكتر من اي حاجة تانية. وتقدر كمان تتحكم في وضعية الووتر مارك، وده الجديد اللي احنا اول مرة نشوفه الحقيقة، ان انت يعني ازاي مش عارف كده، ممكن تخليها على اقصى اليمين فوق اقصى الشمال تحت، الكلام ده كله، كل ده حلو جدا. وتقدر كمان تحط اسمك بالشكل ده. انا بس في حاجة نفسي اوبو ترعيها في حوار الكاميرات ده، ان انا لما اصور صورة وفي ووتر مارك بالشكل ده كده، انا نفسي لما اجي اعمل ايديت يكون عندي اختيار ان انا اشيل الووتر مارك دي لو انا مش عايزها. فللاسف الشديد مش هيبقى قدامك اي حل غير ان انت تعمل كروب للصوره بالشكل ده عشان تشيل الووتر مارك بتاعتك، غير كده للاسف ما بتتشالش. طيب حاجه برضو مهمه جدا الناس بتسالني فيها، وهي ازاي انا اتنقل بين الثلاث كاميرات دول. انا عندي هنا ثلاث كاميرات، الحقيقه ما بعرفش افرق بينهم، هل الشركة حطها اشتغالة ولا فعلا اقدر اتنقل بين الثلاث كاميرات؟ فده اللي هنتكلم فيه حالا. اول حاجة عندك عدسة اساسية ل 64 ميجا بكسل زي ما قلت لك بنفعلها بالشكل ده، تمام، وبنلغيها برضو بالشكل ده. تاني حاجة عندك عدسة الترا وايد 8 ميجا بكسل، فبنروح بص انت عندك نقط كده من تحت بالشكل ده، لو انت عامل موبايلك انجليش عايز تنقل على الالترا وايد هتضغط على كده بالشكل ده، فتح الزاوية زي ما انت شايف كده، ترجع تاني للعدسة الأساسية تضغط على اللي في النص. عندك عدسة تالتة بتكون ماكرو، ودي بقى بروح لها ازاي أو بفعلها ازاي، بروح على مور بالشكل ده، تمام،
واروح اختار الوردة اللي مكتوب عليها ماكرو بالشكل ده، واخد بقى صور من قريب برضو بالشكل ده. نجيب بقى عربية ايرون مان عشان ما يزعلش برضو، والماكرو دي زي ما انتوا عارفين بتقرب من الصورة اكبر قدر ممكن عشان تجيب اقصى تفاصيل ممكن تظهر في الصورة بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. ما زلت انا في وضع الفوتو ده كده، هتلاقي شوية حاجات فوق مهمين جدا لازم برضو اقولك وظيفتهم ايه. اول حاجة الدوائر اللي داخلة في بعض دول عبارة عن فلاتر، تقدر تختار الفلتر اللي يعجبك زي مثلا انستجرام وسناب شات وما الى ذلك. بعد كده هتلاقي عندك AI في دايرة كده، ودي يعني الذكاء الاصطناعي اللي بيخلي الكاميرا تتعرف على المشهد بتاعك سواء بقى سما بحر زرع، ويدي لك اقصى استفادة ممكنة من المشهد واقصى تفاصيل حيوية تطلع من هذه الصورة. عندك بعد كده حاجة مهمة جدا جدا وهي الـ HDR. الـ HDR دي يا جماعة بتصور بيها في أوضاع الصور دي. ليه بقى؟ عشان حضرتك لو وراك إضاءة عالية أو ورا الكائن اللي انت بتصوره إضاءة عالية اللي هي بنسميها هايلايت، وهو كده يعتبر شادو، المعادلة تطلع مظبوطة، ينور لك أماكن الشادو زي ما انت شايف، في نفس الوقت يكون في تفاصيل للهايلايت وراك مش لاسعة ومفرقعة، وبالتالي شكل الصورة يطلع حلو جدا. فلازم لو انت بتتصور ورا مصدر ضوء زي شمس او سماء او اي هايلايت بيجي وراك بتقول له اون بالشكل ده، اول ما تبقى لونها اصفر كده خلاص هي كده متفعلة وزي الفل. خلصنا الحاجات اللي فوق كده، ندخل بقى على الحاجات اللي تحت، وهي مثلا وش البنت اللي عليه بلس بالشكل ده. ده يا سيدي الـ AI Retouch او وضع التجميل بتاع اوبو اللي الناس بتفضل تنزل عليه كوميكس والكلام ده كله. كل ما بتزود كده كل ما بيطلع بشرة ناعمة خالص كأنك يعني رسمها بريشة، ولو قللت بالشكل ده هيطلع الوش الحقيقي بقى بدفوهاته بحبوبه بكل حاجة فيه. فيفضل مثلا تخليها على 15 او 20 بالكتير، ما تزودش عن كده عشان ما تبقاش الصورة بايخة. عندك حاجة مهمة جدا نفسي كل الناس الحياة تستخدمها وتستفيد بيها، وهي عدسة جوجل. الرمز اللي تحت ده عدسة جوجل او جوجل لينس غير جوجل كاميرا، محدش يدخل الاتنين في بعض. جوجل لينس دي يا شباب لما بتفتحها وتبدأ تقف على الحاجة كده وتدوس سيرش، بيبدأ يدور لك على كل الحاجات اللي شبهها زي ما انت شايف كده. اختراع يا كوتش. لو في تكست قدامك او حاجة بيتعرف عليه وتقدر ان انت تاخد كوبي منه للوورد، يعني لو هو صورة مثلا، هوريك على سبيل المثال مثلا، ثانية واحدة، على سبيل المثال مثلا علبة الموبايل اهي خلاص، فانا مسافة مضغط كده هيبدأ يحول كل التكست ده كده زي ما انت شايف لملف وورد. يعني انا اقدر اخد كل التكست اللي على الصورة ده لملف. يا جماعة ده انجاز، اقسم بالله ده ممكن تصور كتب وتعمل منها ملازم، وتروح مثلا على حاجة فاضية زي دي وتبدأ تقول له بيست، كل اللي على العلبة تحول لورد زي ما انت شايف. امكانيات للأسف في تليفوناتنا واحنا بنستفدش بيها خالص. اهو ده كل اللي كان على العلبة انا خدته بجوجل لينس كوبي، يعني هو كان صورة تحول بقدرة قادر لورد، تقدر تمسح منه وتضيف عليه زي ما انت عايز. استخدامات جوجل لينس ما بتقفش على كده، انت عندك كمان ترانسليشن اوتو، ممكن تختار بقى اللغة اللي انت عايز تترجم ليها عربي مثلا، ونجيب مثلا نفس العلبة تاني التكست بتاعنا اهو، ونحط كده ونقول له ترانسليت، هيبدأ ان هو يترانسليت اي حاجة ليها علاقة باللغة الانجليزية للغة العربية زي ما انت شايف كده. انت عندك ثروة في ايدك، سواء اي موبايل اندرويد، لو انت حتى بتتفرج عليه ومش معاك الرينو 6، في موبايلات كتير بتدعم جوجل لينز، فانت معاك ثروة في ايدك، بلاش ان انت تقضي يومك في الهلس من غير ما تطلع بحاجة مفيدة من وراء هذا الكم الضخم من الامكانيات الرهيبة جدا. وضع الهومورك ده، انت لو عندك اي مسألة ماث او اي سؤال تقدر ان انت بسهولة برضو تك على طول يحلهولك كده على طول. الشوبينج، ان انت تجيب اي حاجة تقف عليها بالشكل ده برضو وتعمل كده، هيبدأ يدور لك على المنتجات المشابهة ويطلع لك اسعارها، او اي كيو ار كود، او اي اهو زي ما انت شايف هيبدأ يطلع لك بتتباع فين وبكام وما الى ذلك، اي قطع الليجو كلها. عندك بقى بليسز، لو انت واقف قدام مكان اثري او قدام مكان انت مش عارفه توجه الكاميرا عليه وتدوس هيقول لك ايه هو، تقدر ان انت تاخد صور من الدايننج للفود بتاعك او للمنيو، وتبدأ بقى تحط مثلا اللوكيشن وما الى ذلك. وفي كمان احيانا بيطلع لك سعرات الاكل واللي انت بتاكله وبيحسبها لك عشان تبقى مطمن اثناء عملية الاكل، وما تاخدش سعرات زيادة لو انت مثلا عامل دايت او حاجة. انا عايز بقى اقولك على معلومة احترافية شوية هنا تساعدك على ان انت تاخد صورة محترمة. هنضغط على النقطتين دول ونروح على السيتنجز دي برضو بتاعتنا،
هننزل على حاجة اسمها composition بالشكل ده. هنروح بقى على الجريد. الجريد دي يا جماعة لازم تخليها موجودة عندك، لازم تخلي الفوتو هنا تبقى جريد بالشكل ده، او شبكة لو موبايلك عربي. هتلاقي الموبايل بقى زي ما انت شايف فيه خطين بالطول وفيه خطين بالعرض. ايه ده؟ دي بقى قصة تكوين الصورة. انت مثلا نظرية التلت والتلتين او التتليت وما الى ذلك، اتفرج على فيديوهات تكوين الصورة عشان تفهم اقصى استفادة ممكنة، وحط لك برضو صور في الفيديو تساعدك ان انت تفهم يعني ايه تكوين صورة. يعني مثلا هنا الفوكس يا اما في النص، يا اما مثلا التلت اللي فوق، التلتين اللي تحت، التلتين اللي تحت، او التلت اللي تحت والتلتين اللي فوق. لازم تراعي التفاصيل دي، بتدي شكل حلو جدا للصورة. انا قلت لك ان احنا بنتنقل العدسة الالترا وايد بنضغط على دي. طب امال ايه بقى بقيه النقط دي؟ هي هنا يعني اوبو عامله حركه حلوه قوي، البكره دي الزوم والحد 20 اكس زوم بتقدر تاخد تفاصيل يعتمد عليها برضو، خد بالك. وانا اتكلمت في مراجعه رينو 6 5 جي عن كل الكلام ده بالتفصيل، ارجع لها من الاي دي لو حابب تشوف المراجعه. نسيب وضع الفوتو ونروح بقى على وضع البورتري، واللي اهم حاجه هنا في وضع البورتري الحقيقه هو الاي اي كولر بورتري، وده اللي بيساعدك تاخد صور ابيض واسود في الباك جراوند، والشخص اللي انت بتصوره بس هو اللي يكون الوان او كالرد، ودي حاجه حلوه جدا زي الصور اللي انت شايفها دلوقتي، والحقيقه بتدي لوك محترم جدا واحترافي جدا. وعندك هنا برضو تحت شويه فلاتر تانية برضو بتدي شكل جميل جدا للصوره، والحقيقه اوبو بتبدع في الحاجات دي انها تدلع بقى وتروش كده على المستخدم، وانا الحقيقه بحب كاميراتها وبحب اوبشنات كاميراتها جدا. بص يا صاحبي، من البنت برضو دي بتتحكم في الاي اي ريتاتشنج، وهو وضع التجميل بتاع اوبو. طيب في دايره فوق كده مهمه قوي، دي بتتحكم فيها في مقدار العزل، البوكي افكت، اللي هو كل ما تزود كده كل ما العزل يزيد معاك قوي في الخلفيه، كل ما تقلل كده كل ما الخلفيه تكون واضحه معاك. على سبيل المثال مثلا اهو زي ما انتم شايفين كده، انا عندي الزرعه اهي وراها الشاشه طالعه بلورد شويه. حاجه معانا الكاميرات، بص لوك الصوره، الصوره محترمه جدا برضو، وانا بصور انا معجب بالصوره بدون اي تجميل لحقايق. عارف انت انا كمراجع لو خدت صورة والعدسة مش نظيفة ايه اللي هيحصل؟ هظلم التليفون جدا، وبالتالي هظلم تجربة استخدامي، وبالتالي هظلمك. هنا الحقيقة اوبو حاطة ميزة محترمة جدا وفي منتهى الاحترافية، وهي ان انت لو عندك العدسة بتاعت الكاميرا اللي بتصور بيها مش نظيفة بيطلع لك نوتيفيكيشن. على سبيل المثال لو عايز تفعلها بتروح برضو على النقطتين دول من فوق بالشكل ده، وبتروح على الترس ده، وبتدخل على الاعدادات المتقدمه او الادفانسد سيتنجز، وبتدخل عليها بالشكل ده وتفعل شو ديرتي لينس وورنينج. لو ما كانتش متفعله خليها متفعله بالشكل ده، وانسى بعد كده ان انت تصور صور من غير ما تكون العدسه نظيفه. تعال بقى نروح للغنى والرفاهيه اللي بلا حدود اللي عند اوبو في موبايلها الرينو 6 4G والرينو 6 5G، وهنا هيبدا برضو في فرق يبان. اول حاجه عندك لما بنروح على قائمه مور دي بنلاقي شويه اوبشنز كده حلوه قوي. تعال نشوف اول حاجه ازاي تاخد صوره بدقه 108 ميجا بكسل. زي ما بقول لك كده، وضع الاكسترا اتش دي ده بيعملوا فيه على دمج البكسلات لدرجه ان انت بتحصل على صوره 108 ميجا بكسل عاليه الدقه والوضوح. تعال نشوف، ادي اهي عربيتنا الجميلة، وبنضغط كده سمشة تفاصيل يعني خيالية. الكاميرا 64 ميجا بكسل بس بالمعالجة وبدمج البكسلات بتحصل على صورة 108 ميجا بكسل. لو رحنا على الصورة دي كده ودخلنا على الديتيلز عشان نشوف مساحتها وحجمها، قابل يا عم، الصورة مساحتها داخلة في العشرة ميجا زي ما انت شايف، وادي الريزوليوشن بتاعها زي ما انت شايف برضو. نخرج من وضع الاكسترا اتش دي، نخرج بقى من وضع الاكسترا اتش، نخرج من وضع الاكسترا اتش دي ونروح على الدول فيو فيديو، وده اللي بيمكنك تصور صور بالكاميرا الامامية والخلفية في نفس الوقت، وكمان بتتحكم في وضع الكاميرا الامامية سواء دايرة او مربع كده صغير او نص الشاشة زي ما انت عايز. بعد كده عندك وضع السلو موشن، وده يعني حاجة رهيبة جدا، بتلقط الحاجة وبتخليها بطيئة وناعمة بشكل ملحوظ زي ما انت برضو شايف. عندك بعد كده وضعين مهمين جدا، وده بقى اللي بيفرق الرينو 6 4G عن الرينو 6 5G. رينو 6 5G في وضع الموفي، وضع الموفي ده اللي بيمكنك تصور فيديو من خلال الاوضاع الاحترافيه، تقدر بقى تتحكم زي ما انا متحكم مثلا في اعدادات الكاميرا اللي بصور بيها دلوقتي، في الوايت بالانس زي ما انت شايف، في الشاتر سبيد تمام، في الايزو حساسيه المستشعر اللي هو الضوء اللي داخل للمستشعر، كل الحاجات دي بالاضافه بقى للاستدي مود، بالاضافه لجريد محترمه هنا، بالاضافه ان انت ممكن تشيل كل حاجه، انقل يا باشا على العدسه الواسعه في الفيديو، كل ده متاح عندك ومن غير اي مشاكل.
انت لو عايز تصنع محتوى فانا انصحك بموبايل في البرو مود ده، وفي برامج بتنزل على فكرة بتعادل كده بس مش بنفس الكواليتي والدقة، وتقدر لو انت البادجت بتاعتك قليله ومحتاج موبايل فيه كده ممكن تروح للرينو 5 5G في نفس الميزه دي، وانا برضو شرحت الكلام ده في فيديو هيظهر لك في الاي دي. عندك البرو مود او الاكسبرت مود ده نفس الكلام برضو بس بالنسبه للصور، تحكم بقى في الايزو والشاتر وبتحصل كده على صور حلوه جدا من خلال تحكمك في كل اعدادات الكاميرا بالشكل اللي انت شايفه ده. ما زلنا في قائمه مور، وبرضو في حاجه مهمه جدا، وضع البانوراما. وضع البانوراما ده بيخليك تاخد صور 180 درجة زي اللي انت شايفها دي سواء بالطول او بالعرض، وتقدر تعمل بيها حركات حلوة جدا زي ما انت شايف كده صاحبي، تقدر تاخد الصور بهذا الوضع وهذه الطريقة. طب ممكن حضرتك تستخدمه في ايه؟ بتصور مثلا مكان واسع قوي والعدسة الواسعة مش جايباه، بعايز تصور شقة عشان تعرضها، عايز تعمل اي حاجة، فكل ده معاك في وضع البانوراما زي ما انت شايف. عندك بعد كده ميزة برضو مهمة اسمها تكست سكانر، وهي برضو يعني ما اختلفتش كتير قوي عن، يعني بص لو لقطنا بالشكل ده بص يا باشا، هو ما عملش اي حاجة غير ان هو عمل تحديد للتكست على طول ولقطهولك وجابهولك بدون بقى ما تصور انت وتعمل كروب وبتاع، وبص مخليه في احسن صورة الحقيقة. عندك وضع كمان اسمه ستيكر، عامل زي سناب شات كده، تقدر ان انت من الاستيكرات دي بتنزل زي ما انت شايف الصور، وتقدر تتصور بقى بكذا حاجة، تعمل لهم طبعا داونلود وبتتصور زي ما انت عايز بالاشكال دي، والاطفال بيحبوا الكلام ده جدا على فكرة. عندك برضو اوبو منزلة جوه الكاميرات اوبشن السولوب بتاعها، لو طبعا يعني زي ايه فيديو اديتور كده، انت صورت شوية فيديوهات وبتاع، تقدر بسهولة شديدة جدا تحطها جوه التمبليتس دي وتاخد نتيجة محترمة جدا زي ما انت شايف بقى، بيديلك كده كل شوية حاجة وانت بتختار بقى السيم اللي انت عايزه، وبتبدأ تحط صورك او فيديوهاتك وبيطلعها لك بشكل احترافي وجميل جدا. النايت مود هنا في اوبو في ميزتين الحقيقة، ميزة سريعة كده ان انت تصور بالشكل ده بالليل بتطلع لك الصورة كده عادي، لو انت بقى في مكان ضلمة قوي هتلاقي فوق كده وضع اسمه ترايبود مود، لو ضغطت عليه هيقول لك حط موبايلك يا باشا على ترايبود وما يتهزش خالص اثناء ما بتلقط الصوره، لانه بيقعد يحمل كتير جدا لو في مكان ضلمه زي ما انت هتشوف دلوقتي. طبعا لو مكان ضلمه خالص هيبدا بقى يعد كده واحده 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 واحده، ممكن الصوره تتلقط في حوالي دقيقه او دقيقتين كمان، مده التعريض بتوصل لكده عادي جدا. فناس بقى المحترفه اللي بتصور القمر والنجوم بالليل في الصحراء والكلام ده عارفين الكلام ده كويس. تعال نروح على الفيديو، وخلينا اول حاجة نتكلم عنها، وناس كتير بتسألني هل الموبايل ده بيدعم العزل في الفيديو؟ الحقيقة بيدعم العزل، وبتتحكم في العزل بتاع الفيديو من خلال هذه الدايرة اللي شكلها غريب دي شوية، ونفس الفكرة برضو كل ما تزود الرقم كل ما العزل بيزيد، كل ما تقلل الرقم كل ما العزل بيقل، وهتشوف دلوقتي فيديو قدامك فيه العزل بالشكل ده، والحقيقة يمكن من الموبايلات القليلة جدا اللي بتقدم تجربة عزل محترمة جدا في الفيديوهات وتحديدها ما بيغلطش خالص. رمز الكاميرا اللي حواليها زي اهتزاز ده اسمه الالترا ستيدي مود، برضو في فيديو المراجعة اتكلمت عنه بالتفصيل، بيديك ثبات في الحركة ونعومة غير عادية كأنك حاطط موبايلك على جيمبل بالظبط. وبرضو ده وضع الاي اي اللي هو الذكاء الاصطناعي، عشان لو بتصور مشهد معين ياخد افضل نتيجة ممكنة عن طريق الذكاء الاصطناعي ده، او يطلع بافضل نتيجة ممكنة. برضو نفس الفلاتر بتاعتنا موجودة معانا في تصوير الفيديو، يعني تقدر برضو تصور فيديو انت طالع فيه الوان واللي وراك ابيض واسود، ودي برضو حاجة قوية جدا. ناس بقى الفلوجرز والناس اللي بيحبوا ستوريز غريبة والكلام ده كله بينفع معاهم الكلام ده. لو ضغطت على النقطتين دول بتبدأ بقى تتحكم في اعدادات الكواليتي بتاعتك، تجيبها 4K 1080 720، وتقدر برضو تتحكم في الفريم بير سكند اللي هو 60 او 30 وهكذا. هنا تقدر تصور فيديو عن طريق عدسة الالترا وايد عادي جدا، ولكن للأسف ما تقدرش تصور فيديو عن طريق عدسة الماكرو، هي اخرها صور بس. دي كانت اوبشنات وحركات الرينو 6 5G و4G بس كده. في نهاية الفيديو اتمنى ان يكون ضيف خفيف عليكم، قدمت لكم حاجة مفيدة، والحقيقة يعني ينفعش يبقى معاك موبايل 9000 جنيه ومش عارف امكانياته وخبايا كاميراته وامكانياته وخبايا سوفت وير اللي ان شاء الله هنشرحها الفيديو الجاي. اتاكد ان انت اشتركت في القناة وفعلت زر الجرس لو حابب تشوفني تاني، لايك المتين بتاعك اكبر دعم ليا. سيبكم في حفظ الله ورعايته، وعلى لقاء باذن الله تعالى في فيديوهات كتير. سلام.